والله يا رجل الإيجارات غالية، يعني على بالنسبة للساحل الأيمن المنطقة بعد ما كاملة، يعني الناس ما قد تجي، ما قد ينزلون على الأسواق، والإيجار يعني تمام. هو بالنسبة لنا هون خان حمل قده الإيجار يقول على أساس يمشي 1/9، يعني 1/9 أشبقه تقريبا 15 يوم بس. يعني إذا مش الإيجار يستحيل أن يطلع الإيجار من 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 هالشغل هذا. يعني إحنا نفتح الصبح نعزل وغض ظهر تقريبا، يعني لو نستفتح لو ما نستفتح شغل ضعيف جدا، ولو هو الرزاق رب العالمين يعني، بس يعني الإيجارات غالية. ويعني أنا قلت له لو للمحامي بلكي تعمل لي 1/1، يعني الإيجارات تأجلها لي 1/1، يعني على منوني كم شهر 4-5 أشهر على مود بلكي الناس تتحرك، الناس يعني تنزل هوني. يعني كثير من المحلات بعد ما مفتحين محلاتهم لأنه يعرفون أنه سوق ما أكو، وأكثرهم أغلب يعني المحلات أصحاب المحلات هم مأجرين بالساحل الأيسر وقد يشتغلون هناك بساحل الأيسر، وتقريبا ما عايفين محلاتهم هوني باب السراي. والله بإيجارات إيش ماكو، إذا 24 ساعة حضرت جوال وماكو شغل ولا اكو عمل، اش ابو المحل شنو يعطي الايجار؟ من يجيب له؟ عوائل وين ترجع العوائل؟ العالم تنزل على السوق. يعني باب الصراي تفتح تقريبا ماكو نص تفتح، وين العالم؟ ماكو. وعالم هسه تكو محلات بسر شخان ومحلات وين عمارات، يعني اصحابها يطيقون يعمروها، بس ايش ما يعمروها؟ نعم. اشو ما اثرت؟ والله اثرت ونص. الله يساعد اللي ما عنده. ونحن نقول للناشد ونحكي ونطلب ونقيد من الحكومه، والله الحكومه خير ما بيك شيء ما يعمل. شلون جاي يتعاملون ويا اصحاب المحلات؟ والله قسم منهم يستاهلون وقسم منهم لا والله. حيل ما ملح. والله كم منهم خوش يعني يساعدون الفقير، يساعدون المحلات، بس قسم منهم لا. والله هذا حظ التجول، يعني هو شهر 30 يوم، سته 6 أيام بالاسبوع راح يصير 18 يوم. الايجار 500,000 و600,000 دينار. هذا ايش يعمل؟ إذا وراء عامل وإذا وراء عائلة أجي طلع. يعني هسه نحن هنا السوق يعني كمل تقريبا، بس أكو عالم ما أتجي مرتبطة تخاف من الإيجار، أو منطي غادي مال 6 أشهر إيجار بعد يقول لك راح أكمل وأجي هنا. لو هم أهل الأملاك مثلا يحذون حذف بيت الجليلي أعطوهم 6 أشهر طرح، عطوهم ياخذوا مال كل 6 أشهر او مال كل 3 أشهر، العالم حتى تتشجع وتجي. هسه تيجي يقول لك انا بدي افتح، ينحسب عليه مال شهر كامل او مال سنه كامله. هذا ايش يعمل؟ شو طالبون من الحكومه يخص موضوع الايجارات بفتره كورونا يعني اثرت على اصحاب المحلات؟ والله هي الحكومه لازم يعني تنطي قرارات انا بصالح المواطن، يعني هو ابو المحل ايش يصير؟ يعني 18 يوم دي يشتغل، يوم اكو شغل يوم ماكو شغل، تعرف هسه الرواتب مضعضعه، الوضع مضعضع، يعني ابو الدكان ايش يصير؟ يعني والله هسه يعني محتارين، يعني الله يساعد اللي ما عنده، الله يساعد الفقير. يعني عالم شوي الحكومه لازم شوي تشجعهم العالم. خلي يتعاونون شهرين شهر للمؤجر والما الله يسهله ننطيهم. يعني يعفوهم شهر؟ ايه شهر شهرين يعفوهم والله كريم. والله هو الشغل ماكو هسه على ما صار 10 أيام 12 يوم حضرت جوال، وابو الملك يريد ايجار وما اعرف شلون وماكو شغل يعني. الشغل ضعيف اي والله ضعيف، اذا ما يرجعون ساحه باب الطوب زحمه شويه.